السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ اين عمرو؟ طيب خلاص اوكي، انت اهو. طب ماشي، انا اخدت ده منهم فوق. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ تستعدوا عشان الوداع؟ النهارده هنكمل المانيوسكريبت، والمفروض نتكلم برضو في الترانسليشن ريسيرش. اوكي، تحبوا نبدا بايه؟ تحبوا نبدا بايه؟ مانيوسكريبت ولا ترانسليشن ريسيرش؟ ترانسليشنال. كم واحد ترانسليشنال؟ ماشي، نبدأ ترانسليشن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ترانسليشنال ريسيرش هي ليه جاية كده؟ التوبيك احنا اتكلمنا عن الترانسليشنال ريسيرش كده ان بريف بسرعه على مدار الكورس. قلنا ان ترانسليشنال ريسيرش ده الناس، اغلب الناس بتعرفه على انه فروم بنش تو بيت سايد، من المعمل للكلينيكال براكتس. طيب حد عنده اي تعريفات تانية للترانسليشنال ريسيرش؟ حد ارى ان الترانسليشنال ريسيرش ده ليه اي تعريف تاني يحب يشاركنا بيه؟ كويس، انا اطمنت كده ان انتوا ما قريتوش البيبر بتاعت امبارح، تمام، وبالذات اول صفحه، يعني ما حدش قرا الانترودكشن بتاعت البيبر بتاعت امبارح. اوكي، اول حاجه يعني عشان اقول صباح الخير، امبارح وانا بدور على لو في انترستنج نيو ستوريز يعني عن ترانسليشنال ريسيرش، فدخلت على هارفارد ميديكال سكول ويب سايت، وكان انا عيني جابت ترانسليشنال ريسيرش. بس قبل اي حاجه الجمله اللي فوق: وي نيفر فورجيت ذات يو ذات بيفور يو ار ا بيشنت يو ار ا بيرسون. تمام، يعني ناس محترمين قوي. نعم، لا، بيت إزرائيل ده اسم الميديكال سنتر في بوسطن، اسمه بيت إزرائيل ديكونس اوف ميديكال سنتر، ده في بوسطن. اسمه بيت إزرائيل بيت الرب ديكونس اوف ماشي، بس عشان ما تخلطش بال شفتوا سوء الفهم بيعمل ايه؟ ما عرفت ان في دي ميديكال سنتر اسمه كده في بوسطن. العموما يعني طيب دلوقتي حد سمع عن بدايه الترانسليشنال ريسيرش؟ ايه؟ حد طيب يعني ايه علاقته بالترانسليشنال ريسيرش الاخ ده؟ تمام، بس ده كانت اسلوب التفكير العلمي، بس ايه علاقته بالترانسليشنال ريسيرش؟ هي الفكره حته الترانسليشنال في القصه ديت كلها. هو عشان بس نحكي القصه الاول، صاحبنا اللي هو جون سنو ده، والراجل اللي جنبه ده واحد من المعالجين، مش عارف اسمه ايه، وايت هيد كده،
في سنة 1800 حاجة وخمسين 54 أعتقد حصلت إبيديميك للكوليرا في منطقة في لندن. فقرر جون سنو ده حط هايبوثيسز, حط alternative هايبوثيسز. الهايبوثيسز اللي كانت ماشية ساعتها إن الكوليرا بتتنقل عن طريق حاجة في الهواء, الهواء السيء, وبينقل البوليوشن, والبوليوشن ده بيأثر على الناس في المنطقة ديت. فقال لا, أنا عندي alternative hypothesis إن غالبا المنطقة ديت فيها مشكلة في المية. هو لسه ما يعرفش يعني, ما يعرفوش يعني ايه germs, ما يعرفوش يعني ايه بكتيريا. وإن كان الستادس بتاعتهم برضو ما بينتش إن في بكتيريا, بس قال اكتشف ان هي يعني او ربطها بالمية بعد كده لما بلوتد الحالات اللي ماتت في مش عارف هو مش باين على الشاشة, بلوتد الحالات اللي ماتت في منطقة معينة على الصورة ديت, هي ديت المنطقة اللي احنا بنتكلم عليها, وبلوتد عليها الحالات الوفاة. اوكي, حالات الوفاة عمل كل حالة بشرطة في الشوارع, تمام, ولقى ان اكبر حالات وفاة في الشارع اللي هو برود ستريت اللي هو ده, تمام, واكتر حالات وفاة كانت جنب الووتر بامب اللي هنا. هو برضو بلوتد الحالات الوفاة وجنبها الووتر بامبز, ماشي بالظبط كده. فهو حط كل الووتر بامبس وحط كل حالات الوفيات في المنطقه من الكوليرا, ولقى ان سبب او يعني اكتر حالات وفاه كانت جنب البامب ديت. اوكي, فاللي عمله عمل ايه؟ كسر يعني, اخذ الهايبوثيسز بتاع الالترناتيف هايبوثيسز بتاعته ديت, واقنع الاداره بتاع الاداره المحليه في المنطقه ديت ان هم يكسروا يوقفوا استخدام الووتر بامبس عن طريق ان هم يكسروا الايدين بتاعتها. في حته الترانسليشن في الموضوع ان هو نقل الموضوع من مجرد من هايبوثيسز او من ثيوري ل ابلكيشن, والابلكيشن بقى اللي هو نقله للبوبوليشن. قرر ان الناس ديت مش هتستخدم الووتر بامب ديت وكسر الايدين بتاعتها. اوكي, ده المثال. وكان او يعني لما عمل زومينج على المنطقه على البامب ديت, لا كم الحالات الوفاه اللي جنبها عنيفه جدا. ده بقى هنا الاختلاف في تعريف الترانسليشنال ريسيرش ما بين الجروبس. معظم الناس ومعظم الجروبس اللي شغاله عموما في الكلينيكال ريسيرش دايما بتعرف الترانسليشنال ريسيرش على انه فروم بنش, من المعمل للبيت سايد للكلينيكال براكتس. بس هم لما عملوا تو راوند تيبلز في واحده من الميتينجز وشافوا عملوا يعني حاولوا يحطوا ديفينيشنز ما بين الجروبس ديت, لقوا ان في اختلاف كبير بالذات ما بين دكاتره البابليك هيلث ودكاتره والناس اللي هي شغاله في اللاب عن المفهوم. فقرروا ان هم ينتجريت التو ديفينيشنز دولت مع بعض. اول ديفينيشن اللي هو the transfer of new understandings of disease mechanisms gained in the laboratory into development of new methods for diagnosis, therapy and prevention and their first testing in humans. اوكي, التعريف الثاني الراوند تيبل الثانيه هم حطوا عملوا تو راوند تيبلز والمجموعه ديت define the translational, وده define translation. مجموعة تانية قالت the translation of results from clinical studies into everyday clinical practice and health decision making. انتم متخيلين الفرق؟ تمام؟ واحد من اللاب للclinical practice والتاني من الclinical finding للpopulation practice. اوكي؟ او health decision making. في البيبر ديت كان بيقارن
اللي هي فوق اللي هي meaning of translational research، كان اخذ الكونسبت ده واخذ التو ديفينيشنز دول وقرر ان هو يقارن ما بينهم في الجولز، في السيتنجز اللي محتاجينها، في الستادي ديزاينز، وفي الانفستيجيتورز. دلوقتي ايه الجول بتاع اول ستادي او الجول اللي ريليتد لاول لاول ديفينيشن؟ Transferring the theory into practice. Okay. طيب والتاني؟ Translating clinical studies أو clinical findings into population أو healthcare widespread. Okay. نعم؟ الفرق في ايه؟ start. تمام. طيب كويس جدا. طيب ايه الفرق بين السيتنجز اللي محتاجينها عشان نطبق اللي فوق وايه السيتنجز اللي هنحتاجينها نطبق اللي تحت؟ ايه اول واحد؟ لاب اكيد طبعا. والتاني؟ نعم كيسز. تمام. او مثلا مستشفيات ولا حاجه. ريجوليشنز. كويس. اللي فوق محتاجين اكويبمنتس بتاعه اللاب، محتاجين محتاجين اذر لابز عشان تتست العيانين حتى في الاماكن اللي هم فيها. المهم هيبقى كله معتمد على ان احنا نبص على ماركرز وحاجات كده. طيب كويس جدا. الاستادي ديزاينز ايه؟ اكسبيرمنتال واي اوبزرفيشنال. ممكن جدا. تحت هيلث كير اوتكم ريسيرش، واللي فوق اللي هي الكلينيكال ترايلز وكده. ممكن. طيب الانفستيجيتورز، ايه انواع الانفستيجيتورز فوق وايه انواع الانفستيجيتورز اللي احنا محتاجينها في الديفينيشن الثاني؟ سهله، ما انتوا قلتوا تكنيشنز، جينيتيست. تمام. ايه تاني اللي تحت؟ ممكن اكتر بتوع بابليك هيلث، اكتر ابيديميولوجيست. تمام. هو في اللي تحت هيحاول يستفيد من المعلومات والجايد لاينز علشان يوسع الفايده ويوسع قاعده الناس اللي هتستفيد من الهيلث كير براكتس. تمام. والغريبه ان اللي تحت اكتر فايده من اللي فوق. يعني اللي تحت انا هاخد كلينيكال فايندينج اوريدي بروفد ان هي مفيده، وازاي هوسع دايره المستفيدين منها. انا عايز اقول لكم في امريكا بيقولوا ان الناس المستفيده من الكلينيكال سيرفيسز اقل من خمس البوبوليشن، يعني من الجايد لاينز، يعني عشان يوصل له فعلا الجود براكتس، الجود clinical practice population هي بس اللي مستفيده من الجايدلاينز، الباقي بيمشي على اي حاجه. تمام. في امريكا، احنا بنتكلم في امريكا. فانت هنا لسه بتدور على حاجه لسه ثيوري وعايز توصل بيها، واحنا هنشوف دلوقتي قد ايه من الثيوريز بينجح بعد كده. واللي تحت اوريدي حاجه بروفد وعايز تنقلها للناس في الكلينيكال براكتس بتاعهم في كل مكان. كويس. هي مفيده بس احنا يعني حاجه اوريدي بروفد، الريسك تيكينج فيها اقل بكتير. تمام. والفاندنج فيه، احنا قايلين الفاندنج هيبقى اقل، بس قصدي مش الفاندنج، الاحتياج للفلوس. بس برضو لما قالوا طب مع اهميه اللي تحت، ومع الناس كلها معترفه ان اللي تحت ده مهم جدا، لما قالوا هنبص على الفاندنج في امريكا بيتصرف قد ايه على الفيرست ديفينيشن ان احنا نجيب اكويبمنتس ولابز ومش عارف ايه، وقد ايه بيتصرف على السكند ديفينيشن، فلقوا ان من ال 22 بليون بادجت بليون دولار بادجت بتاعه ال ان اي اتش اللي هو الناشونال انستيتيوت اوف هيلث في امريكا، هو اللي ماسك الهيلث في امريكا زي وزاره الصحه هنا كده، اللي بيالوكيت الفند ده
الفند ده اللي الوكيتد ليهم في 2002 كان منهم 9 بليون فور ابلايد اند ديفلوبمنت ريسيرش، 13 بليون فور بيزك ريسيرش. 13 بليون ده اللي هو البيزك ريسيرش اللي هو انهي ديفينيشن فيهم اللي هو الفيرست ديفينيشن، اوكي. وحوالي اقل من بليون، حوالي 3 ارباع بليون او 787 مليون فور هيلث سيرفيسز ريسيرش، اللي هو ازاي نوصل الايفيدنس للوايد سبريد ابلكيشن، تمام. فانتم متخيلين حتى الكونسبت ده مأثر على الناس هناك، يعني انت احنا نقعد نخترع بس في الاخر ونعمل في دراجز ومش عارف ايه، بس في الاخر البيست براكتس ما يوصلش للناس، وده واحد من الاعتراضات هناك على الهيلث كير سيرفيسز. طيب لما نيجي نبص بقى على الديفينيشن، لما نيجي نشوف الناشونال كانسر انستيتيوت بيديفاين هو مقتنع بايه، او المجموعه بتاعه الناشونال كانسر انستيتيوت في امريكا مقتنع بانهي ديفينيشن فيهم، هنلاقيهم مقتنعين ان الترانسليشنال ريسيرش transforms scientific discovery arising from the laboratory, clinical or population studies into clinical applications. تمام؟ اوكي، فاحنا لما هنرسم الدايجرام بتاع الترانسليشنال ريسيرش هنحط لازم نحط في دماغنا الثلاثه بادز دول اللي هم اللاب والكلينيك والبوبوليشن، واي ترانسفير للبراكتس ما بينهم هيبقى اسمه ايه؟ ترانسليشنال ريسيرش. وفي نفس الوقت بيغذيه دايما الديفلوبمنت اوف نيو تولز اند ابلكيشنز. كل ما هيبقى فيه نيو تولز، كل ما هيبقى فيه مثلا نيكست جينيريشن سيكونسينج، كل ما في هاي فيديليتي مثلا مايكرو اريز مثلا ولا حاجه، وكل ما كان عندنا حاجات اسرع، تولز اسرع واصغر ويعني ومور كوست افكتيف، كل ما كان الترانسليشنال او الترانسفورميشن بتوين البادز ديت اسرع، تمام، وارخص كمان. اوكي، دي كانت بيبر برضو بتتكلم على المودلز، المودل بتاع الترانسليشنال ريسيرش. هما الديفينيشنز اللي احنا قلناها في الاول ديت كانت في بدايه الالفينات، اوكي، مع الوقت، واحنا هنعرف ليه بدايه الالفينات دلوقتي، امتى ظهر كلمه ترانسليشنال ريسيرش بالمفهوم اللي احنا بنتكلم فيه ده. هو هنا بيقول في البيبر ديت الديفلوبمنت بتاع الديفينيشن ده، وان هو كان بادئ بمجرد ان احنا بننقل ما بين البيزك بايوميديكال ريسيرش للكلينيكال ساينس، ومن الكلينيكال ساينس اند نوليدج للريال امبروفمنت اوف هيلث، اوكي. لان هو في فرق ما بين انا عرفت دلوقتي ان الدراج الفلاني احسن من الدراج الفلاني، بس مش ده اللي بيتنفذ في البوبوليشن بتاعتي. محتاجين ايه بقى؟ محتاجين الليكتشر بتاع الدكتوره ايمان عبد الرؤوف اللي هي جات الداتا هنا، اللي هو ازاي بقى نترانسفورم الكلينيكال ساينس عن طريق بقى الكريتيكال ابريزل، عن طريق الايفيدنس بيزد ساينس لامبروفد هيلث بجايد لاينز بقى ديفلوبمنت وديسيمينيشن. ما تتخيلوش الموضوع ده سهل، يعني هنتكلم برضو في الاخر باخر البرزنتيشن بتاعتنا عن نقل البراكتسز وقد ايه الموضوع ده صعب. فهم هنا في الاول خالص كانوا بيقولوا ان هو في فيز ما بين البايوميديكال ريسيرش والكلينيكال ريسيرش اللي هي اول ترانسليشنال، قالوا دي اسمها تي 1 خلاص. وبعد كده قالوا ان في ما بين الكلينيكال والامبروفمنت اوف هيلث فيز 2 او تي 2 ترانسليشنال ريسيرش فيز 2 اللي هي ما بتنقلنا ما بين التو فيزز دول، اوكي. وبعد كده هنا في الجدول ده هو هنا بيقول ايه الحاجات المشاكل ديت انتوا كانت موجوده عندكم في البيبر اللي انتوا ما قريتوهاش، اوكي. معني والله داخل عليكم كنتوا بتناقشوا فيها، مش عارف. اوكي، وبعد كده لما بدات العلوم تتطور قسموها لثلاثه فيزز، اخذوا فيز 1 وفضل اللي هو ثابت عليه
او قسموا فيز 2 ديت لتو فيزز تي 2 وتي 3. تي 2 اللي هو الجايد لاين ديفلوبمنت الميتا اناليسيس وسيستماتيك ريفيوز اللي هو ان احنا نكونسبشواليز الميديسن نحط نحول المعرفه لسوليد معرفه اوكي. وبعد كده التي 3 اللي هي الديسيمينيشن والامبلمنتيشن لان هو في الاخر لقوا الديسيمينيشن والامبلمنتيشن ديت محتاجه مجهود اكبر بكتير من مجرد ان احنا هنقول لهم النولج ديت موجوده هي الحقيقه ان هو الاحسن حاجه تستخدمها هو الدراج الفلاني. لقوا حته بقى الترانسليشن اند ديسيمينيشن اللي هو الديسيمينيشن اند امبلمنتيشن ديت من اصعب حاجه تحط لها فيز لوحدها. بعد كده رجعوا ريستراكشرد الكلام ده تاني وتالت اوكي. وانا عملت لكم السلايد ده عشان بس نحطه على البورتال بحيث انتوا تبقوا عارفين احنا فين دلوقتي. يعني لما نتكلم مثلا على الاي ار بي ابروفال علشان الكلينيكال ستادي هي فين في كل الجلوب اللي احنا بنتكلم فيه من اول ما بنتكلم من بدايه الكورس لحد النهارده. احنا امتى بناخد اي ار بي ابروفال؟ امتى هنريكروت بيشنتس؟ الفيز 1 امتى؟ فيز 2 امتى؟ فيز 3 امتى؟ الدراج هينزل الماركت امتى؟ اوكي؟ وبالتالي احنا محتاجين فاندنج عند انهي فيزز في الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. ارجوكم يعني بعد ما نحط بعد ما نحط السلايد ده على البورتر ارجعوا له تاني. تمام؟ احنا بس لانه لو قعدنا نشرح فيها هياخد وقت كبير جدا. في 2007 حطوا الحاجه او الرود ماب اللي احنا ماشيين عليها دلوقتي في اي ترانسليشنال ريسيرش. البيبر ديت اتنشرت في جينيتكس ميديسن اسمها The Continuum of Translation Research in Genomic Medicine. How can we accelerate the appropriate integration of human genome discoveries into health care and disease prevention؟ وحطوا الفيزز ديت للترانسليشنال ريسيرش. بتبدا من الدراج ديسكفري او ديسكفري اوف ان فاونديشن ريسيرش. بعد كده تي 2 اللي هو الهيلث ابلكيشن تو اكسس افيكاسي. بعد كده تي 3 اللي هو هيلث براكتس ساينس اوف ديسيمينيشن امبلمنتيشن. تي 4 ايفالويشن اوف هيلث امباكت اون ريال وورلد. وفي تي 0 اللي هي من الاول خالص اللي هو هي ايه المشكله اصلا ونعمل برايورتيز للمشاكل اللي عندنا. يعني انتوا لو اخدتوا بالكم في مصر توب 1 بروبلم في الهيلث كير ايه؟ اتش اس في مثلا. ممكن ايه تاني؟ حد بريست كانسر، رينال فيلير، دايابيتس. ممكن بس هو في دماغ الريسيرش كوميونتي عندنا هو في الاغلب الهيباتايتس سي والحاجات المترتبه عليه يعني. مش كده؟ اوكي. ففي البدايه انا بفكر هو ايه المشاكل اللي موجوده اصلا في الكوميونتي بتاعي وديت اللي هبدا اتارجت منها وابدا اشتغل منها. ايه الحاجات البوتنشال اللي اقدر احلها؟ خلاص. وبعد كده ببدا اشتغل عليها احدد هو ايه التارجتس بتاعتي على المستوى البيزك ساينسز. واتقسمت بعد كده. ففي البيزك ساينس ديسكفري انا ممكن اقعد اشتغل على بروميسنج جين. جين انا شايف ان ممكن لما عملنا في مثلا وانا قاعد اقرا في بيبر كده لقيت البيبر بتقول ان في الحاله الفلانيه كان في الجينيتك ميوتيشن الفلانية خلاص او واحد عمل كيس سيريز وشاف فيهم او عمل هول جينوم سيكونسنج لحالات بتاعه ديزيز معين بتاعه 4-5 حالات مثلا ونشر الحاجات ديت فلقوا ان فيهم ميوتيشنز معينه خلاص. واحنا هنقول اكزامبل للموضوع ده كمان شويه. وقال او مثلا حاجه ابديميولوجيكال ستادي ابديميولوجيكال ولقت ان في شيرد بروبلم او شيرد جينيتك بروبلم ما بين الناس ديت او لقت مثلا ماركر على السيرفيس بتاع اب ريجوليتد على السيرفيس بتاع السيلز بتاعه التيومر الفلاني وهكذا.
او بيزك ابيديميولوجيكال فايندنج زي ما قلنا. وبعد كده اشتغلوا عليها واثبتوا ان الحاجه ديت شيرد ما بين العيانين كلهم بتوع او مجموعه كبيره من العيانين. يعني مين هنا من هنا بيعالج بريست كانسر؟ ايه في هنا اونكولوجيست؟ كان في يا جماعه راحوا فين؟ مشيوا. طيب مثلا عندنا في البريست كانسر عندنا البريكا جينز، عندنا الهير جينز، نعم الهير فاميلي، عندنا الاي جي اف ار، اوكي. فكل ديت حاجات لانها شيرد ما بين بوبوليشنز جوه الديزيز ده، وعلى اساسهم اتقسموا الحالات جوه الديزيز، ماشي. فبعد كده بنعمل ايرلي ترانسليشن، بنعمل بارتنرشيبس مع اكتر من سنتر وكده، وبنعمل بنحاول نلاقي انترفنشنال ميثود، نشوف بقى في موليكيولز عندنا تقدر تاتاك تعمل انهيبيشن لبروتين معين، والبروتين ده لما يقف الخليه هتوقف الديفلوبمنت بتاعها او البروجريشن، او هيمنع البروليفريشن بتاع الخلايا، يمنع التكاثر بتاع الخلايا ديت. بعد كده في ليت ترانسليشنال الكلام ده بيحصل في فيز 1، يعني في ليت انيمال فيز 1 تمام، وفيز 2، وبعد كده في ليت ترانسليشن اللي هو فيز 3 انا ببدا اثبت ان الحاجه ديت فعلا موجوده وفيري افكتيف تمام، اللي هو الدراج اللي انا اقترحته ده او الموليكيول اللي انا اقترحته ده، وببدا انشر المعلومه ديت تمام، ببدا انشرها على اساس ان احطها في بابليكيشن، بحطها في مؤتمر وهكذا. بعد كده الديسيمينيشن، الديسيمينيشن اللي هو على المستوى الكوميونتي سيرفيسز، فبنقل الحاجات ديت للبراكتس الحقيقي. ساعات في حاجات بتنجح هنا بس ما بتتنقلش للديسيمينيشن فيز. قوه الشركات مثلا، شركات الشركه اللي طلعت الحاجه ديت ضعيفه محتاجه تبقى اكوايرد بشركه اكبر تعمل لها ديسيمينيشن. في حاجات، في شركات ما تقدرش تنشر الحاجات بتاعتها، ما تقدرش تطلع الحاجات بتاعتها على مجال اكبر، انتاجيتها ضعيفه مثلا تمام. في شركات عايزه تخلص، يعني تقعد يعني هي فتره مثلا في برودكت معين لازم، عشان عملت فيه انفستمنت جامد فعلشان تكسب لازم تقعد تنتج فتره تمام، فهي محتاجه قبل ما، يعني محتاجه قبل ما تنزل البرودكت الثاني ده تخلص او تجيب الانفستمنت اللي هي صرفته على البرودكت الاولاني الريسيرش انفستمنت، فممكن ما تنزلش البرودكت اللي بعده دلوقتي. ده حاجات في البيزنس بتاع الريسيرش تمام. بعد كده الادوبشن، ادوبشن اوف ادفانس باي بروفايدرز بيشنتس اند بابليك، ده بقى اللي هو اخر فيز اللي هو الناس كلها مقتنعه، الناس كلها يعني حاسه ان هو ده اللي المفروض يتنفذ، البوبوليشن نفسه. يعني مثلا مثال لما هنيجي للاكزامبل بتاع السي ام ال اللي هو الكرونيك مايلويد لوكيميا، الكرونيك مايلويد لوكيميا ده كان مشكله كبيره جدا بالناس اللي هم الكبار طبعا. ده ادلت بلاد تيومر بيجي في اللي هم الالدرلي بوبوليشن، ولما بيجي لهم كان خلاص العيان ده بيموت او العيان ده خلاص مشكلة كبيرة فقدنا الأمل فيه تمام. دلوقتي لما تقول لحد في أمريكا ده عنده لوكيميا يقول لك لا 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 ده عنده سي ام ال، خلاص الموضوع بتاعه محلول، يعني مش مشكلة. لأن دلوقتي 90% من اللي عندهم سي ام ال متعالجين وعايشين وزي الفل تمام، وأبطوا إن هم يعني ما عادش عندهم الميوتيشن. يعني ده examples انا حطيتها لكم برضو علشان برضو يبقى البرزنتيشن مكتمله لو حد هيبص عليها من غير ما يبقى حاضر. في التي زيرو انا بشوف دي الاسئله اللي انا بسالها لنفسي، بشوف هل في جين ميوتيشن في الديزيز الفلاني ده في البريست كانسر مثلا، خلاص ايه الجين ميوتيشنز اللي هي موجوده في او منتشره في البريست كانسر. بعد كده تي 1 السؤال اللي بساله نفسي، هل في اسوسيشن ما بين، انا لقيت خلاص البريكا فوق، هل في اسوسيشن ما بين البريكا ميوتيشنز اند بريست كانسرز؟
اوكي. بعد كده في تي 2 انا بسال نفسي what is the positive predictive value of BRCA mutations، يعني قد ايه من العيانين بتوع البريست كانسرز فيهم BRCA mutation، تمام، قد ايه لما هاجي اعمل لهم تيست هيطلعوا BRCA positive. بعد كده في تي 3 السؤال اللي بساله نفسي وبشتغل عليه في الريسيرش بيقول what ده ممكن يبقى اكزامبل من الاسئله، what proportion of women that who meet the family history criteria are tested for BRCA and what are the barriers for testing. يعني انا دلوقتي ايه اللي يمنع الست ديت ان هي تاخد حاجه تاخد بيها التريتمنت؟ ما احنا بعد كده هنقسم العيانين في البريست كانسر لاكتر من ستراتا، مجموعه هينفع معاها البريكا انهبيتورز مثلا او يعني الحاجه اللي بتشتغل عليها، ومجموعه هينفع معاها الهير، ومجموعه هينفع معاها الاي جي اف ار مثلا، تمام. فده هيبقى السؤال، ايه اللي يمنع الست ديت ان هي توصل للتستنج واشتغل عليه بحيث اوفر السكريننج ميثود ديت ليهم. اوكي، بعد كده في فيز 4 هيبقى السؤال does BRCA testing in asymptomatic women، معلش يقول does BRCA testing in asymptomatic women reduce breast cancer incidence or improve outcomes. اوكي، فهل التستنج ده هيفرق معاهم؟ فده دولت الخمس اسئله للخمسه translational research phases. اوكي تمام، فيبقى translational research ايه؟ ما هوش حاجه جديده. النقط اللي هو الراجل اشتغل عليها زمان بتاع لندن ده كان حط شاف ال existing theory of miasma ديت، انتقدها، الميازما اللي هي موضوع الهواء اللي شايل pollution، تمام. ده كان بيسموه الميازما، يعني الحاجه الشريره اللي ماشيه في الهواء. وبعد كده حط alternative theory، ماشي، وبعد كده جمع داتا من اكتر من سورس، وده اللي هنعمله برضو في اي translational research سواء كان اللي هو البوبوليشن او اللاب laboratory. وبعد كده عمل in depth knowledge of the environment، شاف investigated سواء ال environment اللي هي ال population بتاعته اللي هي tumors او ال population اللي هنا اللي هي ال population. وبعد كده شاف ال human behavior، سواء الاخ ده شاف ال human behavior في الشرب الميه وال communication ما بينهم، او انا هشوف ال human behavior مثلا في التستنج بتاع البريكا، هل هم يقدروا يوصلوا له ولا ما يقدروش، هل في حاجات تمنع ولا ما تمنعش. حاجه تانية مثلا، مثال دكتور شيف دايما كان بيضربه في موضوع الهاند ووشنج مثلا، لما كان الستات في بلد من البلاد ما كانوش بيغسلوا ايديهم، فتبين ان مثلا مشكلتهم مع غسيل الايدين مش مشكلتهم، هو قرر ان هو الشخص الانفستيجيتور ده قرر ان هم يحببهم في الصابون عن طريق ان هو يخلي ريحته حلوه، تمام، عشان هم يبقوا ريحتهم حلوه، تمام. فده برضو understanding of human behavior، ماشي، وقارن ما بين المجموعات ولقى ان الناس قررت ان هي تتجه في الاتجاه ده لان هم بقوا حلوين. اوكي، ability to communicate and display the findings. الراجل صاحبنا بتاع انجلترا ده بتاع الكوليرا في 1850 قدر يكومينيكيت مع الراجل المعالج بتاع الكنيسه اللي هو الوايت هيد ده، وقدر يكومينيكيت مع الهيلث كير سيرفيسز اللي في المنطقه، وقدر يعني وصل لكل البارتنرز اللي ممكن يساعدوه في بوشنج بتاع البراكتس تشينج، تمام. اوكي، وبعد كده ريسك تيكينج ان انوفيشن، لما قرر ان هو يهاجم ويكسر ايدين البامبس، تمام، فهو اخذ الريسك وانطلق. طيب القصه دي بتاخد قد ايه؟ يعني القصه من اول احنا اكتشفنا حاجه لحد ما تنزل السوق،
بتاخد قد ايه؟ انتوا متخيلين بتاخد قد ايه؟ 6 سنين حسب ايه؟ كل مرحلة هستنى عليها وتمام، وحسب ايه؟ حسب الديزيز، حسب ايه تاني؟ نعم؟ importance حاجة زي ايه؟ الكوليرا، اوكي، كان محتاج يمشي بسرعة وكان تمام؟ ايه؟ ماشي؟ اوكي، حاجة تانية؟ الشباب اللي هنا، نعم، خطورة المرض قلناها، حاجة تانية، نعم، الأورفن دراجز، الأورفن ديزيز، يعني قصدك ال قد ايه الديزيز رير فور اند هاو ذا دراج از اورفن، يعني ايه قد ايه دراج مخصص لمرض معين هيعالج المرض ده، فهيعالج بوبيوليشن اوريدي موجوده، تمام، محتاجه له قوي يعني، ومفيش غير، مفيش حاجه تانية، والفاندنج، تمام، اوكي. طيب احنا عندنا الفيزز تحت، اول حاجه اللي هو الانفستيجيشنال نيو دراج ابلكيشن، بعد كده فيز 1 بالاصفر، فيز 2 مدي بني شويه، فيز 3 بالرمادي، فيز سوري احنا خلاص فيز 3 اهيت، فيز 4 هتبقى ماشيه بعد كده، اللي هو البنفسجي ده اللي هو بوست ابروفال ستاديز، تمام، دي اللي هي فيز 4، والاف دي اي ابروفال بتاعه هياخد قد ايه، والفول افيلابيليتي ده ليميتد افيلابيليتي، هينزل السوق بكميات قليله، وبعد كده الفول افيلابيليتي هينزل على لاين بقى لاينز كتير. طيب الفيز الاولانيه ديت ما بتاخدش كتير، اللي هو الانفستيجيشنال دراج، احنا هنشتغل ممكن دلوقتي عن طريق الانسيليكو ديزاينز، الحاجات اللي على الكمبيوتر، نروح عاملين نحدد التارجت بتاعنا، نعمل له ديفلوبمنت وننزله على طول علشان شركه تقرر ان هي تستخدمه حسب البرايورتي بتاعته، فده ما بياخدش فترات كبيره قوي. بعد كده فيز 1 بتاخد اللي هي الفيز 1 احنا قلنا بتاعت ايه بتاعت سيفتي، مظبوط، تمام، وهنتكلم عنها لو يعني توفر وقت النهارده، هنتكلم على فيز 1 وهنتكلم على البروجنوستيك ماركرز لو يعني فضل وقت يعني ان شاء الله. في الفيز 1 هتاخد في حدود قول سنه مثلا، سنه ونص، لان عدد العيانين ايه كم؟ 20 30 عددهم، ماشي. واحنا هنلوك فور نترجمها ازاي؟ توكسيستيز، فهنترجمها لتوكسيستيز وهنمونيتور العينين علشان التوكسيستيز ديت. بعد كده فيز 2 اللي هي علشان ايه؟ افيكاسي، ماشي. ففيز 2 هتاخد في حدود برضو سنه ونص سنتين، تمام. بعد كده ده احنا بنقول اللي هو الستاندرد، خلاص الستاندرد ده اللي هو اول خط، اللي هو الخط الفوقاني ده. بعد كده الرمادي اللي هو فيز 3 هياخد له برضو بتاع سنه ونص، حوالي سنه ونص سنتين، يبقى احنا كده دخلنا في كام سنه؟ 4 5 سنين. احنا هنا على الخريطه ده دخل في 5 سنين، ماشي. هياخد اف دي ابروفال برضو في سنه ونص، بقينا في 6 سنين ونص، ماشي. علشان ينزل يبقى فولي افيلابل هيقعد له كمان سنه ونص، يبقى احنا قعدنا كام سنه؟ اما من اول ما قلنا احنا عندنا موليكيول لحد ما طلع ما نزل السوق 8 سنين، لو اكتشفنا النهارده توقعوا انه هينزل السوق كمان 8 سنين. طب ايه الحاجات اللي ممكن تاكسلريت شويه؟ ايه الحاجات اللي ممكن تاكسلريت شويه الدراج ديفلوبمنت ده؟ نقلل ايه؟ ليه؟ ايه اللي يخليك تقللي الوقت؟ هو في حاجه اسمها accelerated
بروسيجرز تمام. دولت اللي هم المجموعه اللي تحت ديت وفرت لنا حوالي تلت الوقت تمام. اول حاجه ان انا اشتغل بدل ما اشتغل على كلينيكال فايندينجز، بدل ما اقول انا هستنى العيان لحد ما يموت، ولا مثلا هستنى العيان لحد ما يجي له الضغط او يجي له السكر بتاعه يبوظ مثلا او يروق يتعالج تمام، بدل ما اقعد استناه لحد ما يحصل له الاوتكم ده، ابص على حاجه اسمها سيرجوت ماركر. ادور للديزيز ده على ماركر. الماركر ده لو علي او وطي معناه ان في افكت من الدراج اللي انا اديته ده. زي ايه مثلا؟ حد يعرف ديزيزز فيها ماركرز بتزيد او بتقل مع بتبين لنا يعني الافكتفنس بتاع الدراج اللي بياخده؟ نعم، روماتولوجيكال ديزيزز، سي رياكتيف بروتين، مظبوط ولا ايه؟ انا ما اعرفش في الروماتولوجي مع العلاج تمام. اوكي، انا ممكن لو هو فعلا بيتاثر بالعلاج فشغال تمام. الالفا فيتو بروتين في الهيباتوسيلولار كارسينوما شغال. طيب اوكي، احنا معانا دكتوره مروه يعني كل الليفر ديزيز. ايه تيومر ماركرز؟ ما هو ماشي، ما هي بس احنا محتاجين حاجه تكون فيري سبيسيفيك وسنسيتيف للحاجه بتاعتنا ديت تمام. الليفر انزيمز في هيباتايتس ايه؟ ماشي، ما ممكن شغال. اوكي طيب، في حاجات كتيره ممكن تشتغل كسيرجوت ماركر، بس احنا فهمنا دلوقتي فكره السيرجوت ماركرز وان احنا ممكن نستخدمها في الاكسلريشن بتاع الترايل بتاعتنا. اوكي، فديت هتوفر لنا بدل ما كنا ناخد هو فيز 1 عشان السيفتي، لازم هتاخد نفس الوقت، لازم، لان اهم حاجه في الترايلز بتاعت في الترايلز عموما السيفتي بتاعت الدراج ده، ما اقدرش اتنازل عنها. اوكي، لو مش سيف مش هينزل خلاص. بعد كده ممكن اكسلريت الفيزز الثانيه تمام. يعني انتوا لو خدتوا بالكم هنا فيز 2 بالنسبه مثلا تلسكوبيك كانت ولا حاجه مفيش، او فيز 2 في هنا الفيز 1 كانت اقصر مثلا بشهرين ولا حاجه او 3 شهور، فيز 2 كانت اقصر برضو شويه من الستاندرد، بعد كده منزلها فولي افيلابل على طول تمام، نزلها بعد فيز 2 على طول. ما هو خلاص، ما شاف ما هو مش هو شاف الافيكاسي بتاعه الحاجه تمام، فهو قرر ان هو هينزلها بعد فيز 2 على طول. اوكي تمام. فاحنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها سيرجت ماركر، ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، ده اللي الناس بتحاول تشتغل عليه دلوقتي، ان هي بدل ما تشتغل هتستنى الكلينيكال اوتكم تشتغل على سيرجت ماركر تمام. وبعد كده في حاجه اسمها سكوبد ترايلز، ديت بره برضو السكوب بتاعنا النهارده ماشي. طيب نعم، تلسكوب اسمها تلسكوب، دي ممكن تعمل عليها سيرش على الانترنت. طيب قد ايه بينجح من الحاجات ديت؟ يعني احنا قلنا دلوقتي بياخد وقت قد ايه. طيب قد ايه الدراج ده او الموليكيول ده بينجح ان هو يتنقل من الفيز ديت للفيز ديت؟ ده سؤال يعني انا لو يعني دايما بساله نفسي، يعني قد ايه الدراج ده ممكن هيوصل لنا في الاخر. فعشان الدراج يتنقل من بري كلينيكال لفيز 1 حوالي 64% بيعدوا الفيز ديت تمام. 64% من الدراجز اللي هي نجحت في بري كلينيكال بتدخل فيز 1. ممكن يبقى عشان الفاندنج، مفيش فاندنج مثلا، ممكن يبقى لقوا توكسيستيز عاليه، الدراج ده التوكسيستي مارجن بتاعته حاجه صغيره قوي مش هيقدروا يعملوا فيها كلينيكال ستادي، ممكن
وان هو يعدي من فيز 1 لفيز 2 44%. خلي بالكوا يعني الشركات برضو ما هي بتحط برايورتيز، ممكن حاجه عندها تنجح فتنفست فيها اكتر وتقول انا هوقف الديفلوبمنت في الدراج ده خلاص، ومش بس مش هنزله دلوقتي، مش هنزل، مش هسمح لحد يشتغل على البيتنسي بتاعتي ديت دلوقتي، ممكن انا اشتغل عليه في المستقبل. وفي شركات تانية بتقول خلاص انا مش هشتغل على الدراج ده تاني، ممكن حد ممكن تبعد البيتنسي بتاعته لحد يشتغل عليه يعني، وهكذا. البيزنس فيه مودلز كتير. تمام، بعد كده من فيز 2 لفيز 3 في 22% من الدراجز بتنفع تدخل الفيز ديت. وبعد كده بعد فيز 3 معظم الحاجات، معظم اللي نجح في فيز 2 65% بيعدوا على بيدخلوا بري ريجستريشن. اوكي، بس خلوا بالكم احنا معظم اللي فشل فشل فين؟ ان هو يعدي من فيز 1 لفيز 3. ماشي، عشان تعرفوا أهمية الفيزس ديت اللي هو هيعدي من السيفتي علشان يوصل للفيز 3 ترايل. تمام، في نقطة كمان احنا عندنا برضو، انا يعني اخدت وقت عما وصلت للنقطة ديت، ان مش معنى ان هو نجح في ترايل ان هو بقى متاح لكل الاستخدامات. يعني هو بيعدي على فيز 1 عرفنا السيفتي مارجن بتاع الدراج ده، عرفنا قد ايه ممكن هيحصل لهم كومبليكيشنز لو استخدمنا الدوز ديت، وقد ايه هيحصل لهم كومبليكيشنز لو استخدمنا الدوز الثانيه. ماشي، هو هدف فيز 1 احنا قلنا ايه؟ نعرف التوكسيستيز، نعرف الابر مارجن بتاع التوكسيستي واللور مارجن، خلاص نعرف كم واحد ممكن يموت لو وصلنا للليفل ده. طبعا الموت مش حاجه كويسه، بس يعني برضو هي بتظهر لنا في الفيز 1، المفروض ما تظهر لناش خالص بعد كده، لان احنا هنستخدم دوزس اقل بعد كده في الفيزز الجايه. تمام، فاللي بيعدي من فيز 1 ده لو هنستخدم نفس المارجن بتاع الدوزس ممكن نستخدمه، ممكن ما نعملش فيز 1 تاني. يعني انا دلوقتي هستخدم دراج سين مثلا علشان يعالج روماتويد ارثرايتس. تمام، فانا عملت الترايل على فيز 2 بتاعته على روماتويد ارثرايتس بيشنتس، فنجح وعمل افكت وكل حاجه. تمام، وهنزل فيز 3 وهكذا، وبعد كده نزل الماركت. ما اقدرش استخدمه في علاج تاني من غير ما اعمل ترايل على الناس بتاعت انديكيشن تاني. يعني مثلا هستخدمه في سيستم كلوبس، ما ينفعش استخدمه كده الا لو اتعمل فيه ترايل في نفس ال في الديزيز التاني. تمام، ما اقدرش، هما ما بينزلوش الانديكيشن ده الا اذا كان اتعمل عليه ترايل في الديزيز التاني ده. ماشي، ففي البيبر اللي انتوا قريتوها النهارده هتلاقوا الايميتنب متقال كذا مره. يعني هتلاقوا هو ايه حصل، ايه يعني اكتشفوه مره تانية ولا ايه؟ يعني هتلاقوه تم اكتشافه مثلا او استخدم في 2001 في السي ام ال. تمام، وبعد كده رجعوا استخدموه تاني في انديكيشن تاني في 2003 اعتقد في انذر ديزيز. فهو الانديكيشنز ديت تمثل كلينيكال ترايلز جديده اتعملت عليه وتوافق عليه فيها، خلاص. فدخلنا في الفيزز اللي بعدها في الدراج ده، يعني الترايلز بير انديكيشن. ماشي، مش بير دراج، دراج فور انديكيشن. ماشي، دلوقتي هندخل على يعني جزء محتاج شويه بيولوجيكال نوليدج، فهنتفرج على فيديو صغير انا عرضته السنه اللي فاتت وقلت بس خواطر عليه يعني، بس النهارده المره دي احنا قررنا ان احنا نعمله هنا ليكتشر. اوكي،
مش عارف انتوا اتفرجتوا عليه قبل كده ولا لا. اي تمام ممكن نتفرج عليها بانوتيشنز، بس انا عايزكم كل واحد يختار ديزيز، يحط في دماغه ديزيز ويفكر هو ممكن يتارجت الديزيز ده ازاي. تمام، هو ده مش اساينمنت ولا حاجه، بس اعتقد ان الاكتيفيتي ديت هتخليك يعني تفكر بطريقه يعني اكتر مور براكتيكال كده في الريسيرش، بحيث لو انت يعني لو انت ناوي بعد كده في يوم من الايام تشتغل ريسيرشر ولا حاجه او وات ايفر، تبقى فاهم هو الموضوع ماشي ازاي. خلاص، ففكر في ديزيز. اوكي، وهنمشي دلوقتي في نفس على نفس الفيديو، بس هنقول الانوتيشنز عليه، يعني هيبقى فيه كلام بيتقال جنب الفيديو.
خلاص، وتشوف الديزيز اللي انت اخترته ده ممكن يبقى تارجتابل ازاي عن طريق الحاجات ديت. كل الحاجات ديت ممكن تبقى بوتنشال تارجتس للديزيز بتاعك. خلاص، ممكن تبقى اب ريجوليتد او داون ريجوليتد نتيجه مثلا وجود ميوتيشنز في التيومر ده، تمام، او بوست ترانسليشنال موديفيكيشنز بتحصل على البروتينز ديت. خلاص، فانا هنعرض الفيديو تاني دلوقتي، وعايزكم تفكروا سواء في الديزيز او في التيومر اللي انتوا عايزين تشتغلوا عليه ده، وتعملوا سيرش هو ممكن يبقى تارجتد ازاي عن طريق الحاجات ديت. تمام، ده الاكتيفيتي اللي انا عايزكم تشتغلوها في الفيديو ده. خلاص، واضح ولا محتاج اكتر توضيح؟ While red blood cells are carried away at high velocity by a strong blood flow, leukocytes roll slowly on endothelial cells. P-selectins on endothelial cells interact with PSGL1, a glycoprotein on leukocyte microvilli. Leukocytes, pushed by the blood flow, adhere and roll on endothelial cells because existing interactions are broken, while new ones are formed. These interactions are possible because the extended extracellular domains of both proteins emerge from the extracellular matrix, which covers the surface of both cell types. The outer leaflet of the lipid bilayer is enriched in sphingolipids and phosphatidylcholine. Sphingolipid-rich rafts raised above the rest of the leaflet recruit specific membrane proteins. RAFT's rigidity is caused by the tight packing of cholesterol molecules against the straight sphingolipid's hydrocarbon chains. Outside the RAFTs, kinks in unsaturated hydrocarbon chains and lower cholesterol concentration result in increased fluidity. At sites of inflammation, secreted chemokines bound to heparin sulfate proteoglycan on endothelial cells are presented to leukocyte 7 transmembrane receptors. The binding stimulates leukocytes and triggers an intracellular cascade of signaling reactions. The inner leaflet of the bilayer has a very different composition than that of the outer leaflet. While some proteins traverse the membrane, others are either anchored into the inner leaflet by covalently attached fatty acid chains or are recruited through non-covalent interactions with membrane proteins. The membrane-bound protein complexes are critical for the transmission of signals across the plasma membrane. Beneath the lipid bilayer, spectrin tetramers arranged into a hexagonal network are anchored by membrane proteins. This network forms the membrane skeleton that contributes to membrane stability and membrane protein distribution. The cytoskeleton is comprised of networks of filamentous proteins that are responsible for the spatial organization of cytosolic components. Inside microvilli, actin filaments form tight parallel bundles, which are stabilized by cross-linking proteins. While deeper in the cytosol, the actin network adopts a gel-like structure, stabilized by a variety of actin-binding proteins. Filaments, capped at their minus ends by a protein complex, grow away from the plasma membrane by the addition of actin monomers to their plus end. The actin network is a very dynamic structure, with continuous directional polymerization and disassembly. Severing proteins induce kinks in the filament and lead to the formation of short fragments that rapidly depolymerize or give rise to new filaments. The cytoskeleton includes a network of microtubules created by the lateral association of protofilaments, formed by the polymerization of tubulin dimers. While the plus ends of some microtubules extend toward the plasma membrane, proteins stabilize the curved conformation of protofilaments from other microtubules, causing their rapid plus end depolymerization. Microtubules provide tracks along which membrane-bound vesicles travel to and from the plasma membrane. The directional movement of these cargo vesicles is due to a family of motor proteins linking vesicles and microtubules.
Membrane-bound organelles like mitochondria are loosely trapped by the cytoskeleton. Mitochondria change shape continuously, and their orientation is partly dictated by their interaction with microtubules. All the microtubules originate from the centrosome, a discrete fiber structure containing two orthogonal centrioles and located near the cell nucleus. Pores in the nuclear envelope allow the import of particles containing mRNA and proteins into the cytosol. Here, free ribosomes translate the mRNA molecules into proteins. Some of these proteins will reside in the cytosol. Others will associate with specialized cytosolic proteins and be imported into mitochondria or other organelles. The synthesis of cell-secreted and integral membrane proteins is initiated by free ribosomes, which then dock to protein translocators at the surface of the endoplasmic reticulum. Nascent proteins pass through an aqueous pore in the translocator. Cell-secreted proteins accumulate in the lumen of the endoplasmic reticulum, while integral membrane proteins become embedded in the endoplasmic reticulum membrane. Proteins are transported from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus by vesicles traveling along the microtubules. Protein glycosylation, initiated in the endoplasmic reticulum, is completed inside the lumen of the Golgi apparatus. Fully glycosylated proteins are transported from the Golgi apparatus to the plasma membrane. When a vesicle fuses with the plasma membrane, proteins contained in the vesicle's lumen are secreted, and proteins embedded in the vesicle's membrane diffuse in the cell membrane. At sites of inflammation, chemokines secreted by endothelial cells bind to the extracellular domains of G-protein-coupled membrane receptors. This binding causes a conformational change in the cytosolic portion of the receptor and the consequent activation of a subunit of the G-protein. The activation of the G-protein subunit triggers a cascade of protein activation, which in turn leads to the activation and clustering of integrins inside lipid rafts. A dramatic conformational change occurs in the extracellular domain of the activated integrins. This now allows for their interaction with ICAM proteins displayed at the surface of the endothelial cells. These strong interactions immobilize the rolling leukocyte at the site of inflammation. Additional signaling events cause a profound reorganization of the cytoskeleton, resulting in the spreading of one edge of the leukocyte. The leading edge of the leukocyte inserts itself between endothelial cells, and the leukocyte migrates through the blood vessel wall into the inflamed tissue. Rolling, activation, adhesion, and transendothelial migration are the four steps of a process called leukocyte extravasation. Okay. ده اللونج فيرجن بتاعت الثلاث دقايق اللي احنا شفناهم في الفيديو الاولاني. طيب دلوقتي حد فكر في الديزيز اللي هو عايز يعمل عليه الاكتيفيتي ديت؟ ما فيش حد فكر؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة ولا ايه؟ كنت فكرتيش؟ اوكي طب خلاص. لا مش احنا هنمشي بسرعه دلوقتي. احنا فاضل لنا في البرزنتيشن ديت 10 دقايق فهنمشي بسرعه فيها. ممكن يعني نكمل في وقت تاني ان شاء الله. ممكن نكمل الاكتيفيتي ديت في وقت تاني باذن الله. يعني عايزه
تقولي حاجة على ايه؟ على الفيديو. اوكي لو حد ورا مش هيسمع قوي. طيب هو انا الفيديو يمكن الاولاني اللي كان من غير كلام دوت، انا حسيت ان هو ايه ده احنا عندنا شغل كتير قوي. يعني لو بنتكلم من حيث البيزك ريسيرش اللي كان لسه دكتور احمد كان بيتكلم عنه ده، احنا عندنا شغل كتير جدا جدا جدا. حسيت ساعتها ان انا شلت الهم، ايه ده، لان كل خليه من دي بتتحرك احنا عندنا سؤال، هي بتتحرك ليه؟ ولو ما اتحركتش الحركه بتاعتها الصح هيحصل ايه؟ ولو اتحركت حركه اسرع هتعمل ايه؟ ولو اتحركت حركه ابطا هتعمل ايه؟ بس هو ده اللي انا كنت حابه اقوله، لان احنا فعلا لو اتفرجنا على الفيديو الاولاني اللي من غير الكلام هنلاقي نفسنا ده شغل البيزك سهل قوي، ده انت ممكن تلاقي افكار من الهوا. يعني بان انت تتفرج على فيديو زي ده انت ممكن وانت قاعد تطلع بمئة فكره وانت قاعد، لو بس مشيت ورا كل مولكيول من دول بس هتلاقي بقى عندك بالظبط الفيديو راجع البيولوجي في 3 دقايق بالظبط كده. حسيت فعلا انه ايه ده في شغل الخلايا جوه بتشتغل كتير قوي بريت اسرع من اللي احنا بنشتغل بيه بكتير، علشان احنا نلحق هم بيعملوا ايه احنا محتاجين مئات السنين مثلا ولا الاف السنين عشان نفهم هم بيعملوا ايه. يعني هم شغلهم 3 دقايق دول ورونا ان هم بيشتغلوا يعني عامه. شكرا يا هم. شكرا يا باشا. دلوقتي بالظبط هو انت هتحط الديزيز اللي انت اخترته والموليكول او الاورجانيل اللي انت عايز تشتغل عليه، حط الاثنين في جمله مفيده، عملت بروجكت تمام. الترانسليشنال ريسيرش بيمشي بالطريقه دي، انت عايز تنوفيت فتبدا من حيث لم يبدا الاخرون. مش يعني فتبدا من تشوف النقطه ديت زائد النقطه ديت، هل في حد دور فيها؟ طيب هل في حاجه كلو كده حد لقى سكندري من السكندري اوبجكتيفز اللي هو اشتغل عليها، ان مثلا الحاجه ديت اب ريجوليتد او الحاجه ديت انهبيتد او وات ايفر في خليه من الخلايا اللي اشتغل عليها او في تيشو من التيشوز اللي اشتغل عليهم، تبدا تنفستيجيت كده هو في حد دور في النقطه ديت. طيب في حد لقى حاجه على جنب وركنها على جنب من الفايندنجز بتاعته وانا اقدر ابدا منها. ساعات كتيره قوي تبقى السكندري فايندنجز بتاعت حاجات تانية بدايه شغل كبير جدا محدش كان يتخيل ان هو هيجيب الاوتكمز ديت. احنا اتكلمنا قبل كده في المانوسكريبت رايتنج بيبر في اول سيشن في المانوسكريبت رايتنج على البيبر ديت، كانت واحد من الريفيوز كان اسمها الهول ماركس اوف كانسر نيكست جينيريشن، وقلت انها ديت من اهم البيبرز اللي احنا ممكن نشتغل عليها، لان هي بتحط لنا فريم ورك ازاي احنا ممكن نبدا نشتغل على حاجه. هو ده الفريم ورك بتاع كل التيومرز، كل التيومرز شيرنج الحاجات ديت، او ممكن تبقى شيرنج اجزاء من الفريم ورك ده، تروح انت اخد برضو كلمه من ديت وحاطط الديزيز بتاعك وتشتغل على البروجكت على طول. يعني انت مش محتاج تفكر كتير هو ايه الحاجات اللي انا هشتغل عليها في الديزيز بتاعي ده، لا في حاجات في ناس اوريدي اشتغلت علشان تقول لك ايه الرود ماب بتاعتك في الديزيز ديت تمام. فلو حد ما عندوش فكره ممكن على طول يحط ادي جايد لاينز بتاعتنا، ادي عندك فيديو، ادي عندك فريم ورك معترف بيه وتبدا تشتغل عليه. برضو كان واحده من الحاجات المهمه جدا ان احنا نتكلم على واحده من السكسس ستوريز بتاعه الترانسليشنال ريسيرش واللي اخذت يعني صفحات الجرايد في سنه 2001، ودي كانت التايم ماجازين لما اكتشفوا الدراج ده وقالوا ان هو دي ماجيك بوليت فور كرونيك مايلويد لوكيميا. الموضوع بدا في الدراج ده من زمان قوي، من 1973 لما جروب شافوا الترانس لوكيشن اللي حصل ما بين 22 وكروموزوم 9 وسموه فلادلفيا كروموزوم على اسم المكان اللي هو اكتشف فيه. وبعد كده في سنه 93 اخذ وقت طويل جدا عما بدا يبقى ايدنتيفايد ويعرفوا ان هو في ده في حاجه سبيسيفيك للكرونيك مايلويد لوكيميا، وبداوا يحاولوا يعرفوا هو ايه
ايه فايده الحاجه اللي اتنقلت ديت، او ايه المشكله اللي ممكن يعملها النقله ديت. فلقوا ان هو بيعمل مشكله في حاجه اسمها البي سي ار اي بي ال بروتين، او مش البروتين، هو بيعمل مشكله في الجين، وبالتالي الجين ده بيطلع لنا ميوتيتد، سوري الميوتيتد جين بيطلع لنا مال فانكشن بروتين. تمام، انتوا عارفين الحته بتاعه الترانسليشن ديت. والبي سي ار ايبل بروتين ده ابنورمال في الحالات ديت، ابنورمال تايروزين كاينيز، يعتبر ابنورمال تايروزين كاينيز في العيانين دول. حد يعرف يعني ايه تايروزين كاينيز، او ايه فايده التايروزين كاينيز؟ نعم علي صوتك، انا مش سامع. لو في سبيسيفيك مولكيول بيعمل ايه؟ انا عايز دوره العادي، العادي تايروزين كاينيز ديت ايه دورها؟ في ايه بيعمل ايه؟ فوسفوريليشن. تمام، هو وظيفته جزء من السيل سيجنالينج باث واي. تمام، فوجود ميوتيتد فيرجن منه او مال فانكشنينج فيرجن من البروتين بيعمل uncontrolled cell proliferation، الخلايا بتتكاثر لوحدها، بتكتر تكتر تكتر من غير اي حاجه. هو الميكانيزم اللي احنا قلناه قبل كده في الهول ماركس اوف كانسر اللي قالها صاحبنا هنهان في البيبر بتاعته اللي هي ديت، وقالها في اعتقد زي حاجه اسمها sustaining proliferative signaling مثلا اللي هي فوق، برضو موجوده هنا الهول ماركس. الهول مارك ديت موجوده في السي ام ال. وفي استنوا لحد اواخر التسعينات ولحد ما لقوا الموليكيول اللي هو اسمه اس تي 1571، لقوا الموليكيول ده بيأفكت التايروزين كاينيز اللي هو بتاع البي سي ار اي بروتين. تمام، فقاموا عاملين اخذوا الموليكيول ده وعملوا له فيز 1 كلينيكال ترايل. فيز 1 عشان ايه تاني؟ سيفتي. خلاص طيب، فوجئوا بحاجه غريبه جدا. فيز 1 اتقلبت لايه؟ لان كل العيانين بدل ما نقول السيفتي بتاعه الدراج ده، كل ال 31 عيان اللي دخلوا الترايل راقوا تعالجوا. تمام، ومش كده وبس، ده ال 31 عيان فيهم ناس حصل لهم سايتوجينيك شيفت، يعني كل الخلايا اللي كان فيها الترانسلوكيشن ما عادش موجوده. فكانت معجزه بالنسبه للساينس عموما. احنا ديفلوبد موليكيول، الموليكيول ده غير حياه البني ادمين دول، وسموه بعد كده الجليفيك او الايماتينب. تمام، واخد الشهره بتاعته. انا عايزكم تتخيلوا هنا الناس دي كانت عامله ازاي. يعني احنا ده السيرفايفل كيرف، احنا كان اللي ده بالشهور وده بالسنين. احنا عندنا حوالي في بعد 3 سنين حوالي 82% من العيانين عايشين. خلاص، بينما ده بعد الجليفك. قبل الجليفك كان حوالي 40% من العيانين بيعيشوا، يعني في 3 سنين اكتر من 60% من العيانين ماتوا. خلاص، وده على مدار السنين. لو خدتوا بالكم احنا بنتكلم عند، لو اخذنا التسع سنين سيرفايفل، احنا بنتكلم في حوالي 5% مثلا من العيانين كانوا بيعيشوا قبل كده. بينما مع عصر الايماتينب احنا عندنا حوالي 80% من العيانين بيعيشوا عند كام؟ عند 9 سنين. اصلا العيانين اللي بيجوا لهم دولت كانوا فوق ال 50 و60 سنه. خلاص، فان هو يعيش اصلا 9 سنين على دواء، يعني بدواء بيتنقل من 10% او من 5% ل 80%، ده كان اعجاز. تمام، ف الايرا ديت، الايرا بتاعه التارجت ثيرابي، نقلتنا لحاجه ثانيه اسمها بيرسونلايزد ثيرابي، عن طريق ان احنا بنشوف الموليكيولز معينه او تارجتس معينه او
بايو ماركرز معينه بتخلينا نستراتيفاي العيانين بتوعنا ونشوف لو العيان ده عنده الماركر الفلاني زائد الماركر الفلاني هنديله الدواء الفلاني، تمام؟ او نسيكونس العيان ده، نعمل الدي ان ايه بتاعه، نشوف الترتيب البيزس بتاعه عليه، فنقول العيان ده تبع الجروب الفلاني فهنديله الدراج الفلاني، تمام؟ فده دخلنا العصر بقى البيرسوناليزد ميديسن، الشخص ده او المجموعه ديت هنديله العلاج الفلاني. في اذر ستوريز بقى عن اذر تارجتس، والبيبر اللي كانت معاكم ديت فيها ما شاء الله صفحه كامله بتكلم على النيو اف دي ابروفد دراجز على مدار العشر سنين اللي فاتوا. دي البيبر اللي كانت في ايديكم، ديت النيو دراجز اللي طلعت من ايام الايماتينب. عايز اقول لكم بنسافر دلوقتي المؤتمرات بنلاقي كم الدراجز بتنزل فوق دماغنا تك 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 كده، بعد الافكار الكتير اللي اتناقشت في البيبر او في سوري في البرزنتيشن ديت، ده كان البيلدينج بلوكس بتاعت تفكيرهم بعد كده، تمام؟ دي بقى الباريرز. انا المفروض النهارده الصبح كانت المناقشه معظمها على الباريرز، انا مش هجو ثروت لان احنا قدامنا وقت محدود جدا. ده choosing the markers for choosing او using markers for choosing treatments. هنا بس مش مجرد احنا بنتكلم على مش بنتكلم على اونكولوجي بس، احنا عندنا برضو في الزهايمر بقوا بيستخدموا الماركرز عشان يحددوا سواء ثيرابي او بروجنوزس. هو هنا مسمي البيبر يوز اوف ثيراجنوستيك ماركرز، ثيرابيوتيك بروجنوستيك، تمام؟ احنا عندنا كونسبت كمان اللي هو البريدكتيف ماركرز، تمام؟ الماركر اللي هدي العلاج بيزد عليه فيديني او يديني اوتكم معين، او اقدر اتوقع الاوتكم بتاع المرضى اللي هيمشوا على الدراج الفلاني بيزد على الماركر ده، بنسميه بريدكتيف ماركر. احنا عندنا كذا كونسبت، بريدكتيف وبروجنوستيك. انا هستاذنكم تروحوا تدوروا يعني تفرقوا ما بين بروجنوستيك و بريدكتيف ماركر، اوكي؟ ممكن طب ممكن تكتبوها. بعد كده بداوا يعملوا كلينيكال ترايلز بيزد على الماركرز. ف اول وفي اكتر من كده بس هو ده دولت اللي احنا هناخدهم از ان اكزامبل من البيبر اللي معاكم. في عندنا حاجه اسمها تارجتد انريتشمنت ديزاين، في حاجه اسمها ستراتيفيكيشن ديزاين، وفي حاجه اسمها ماركر استراتيجي ديزاين. التارجتد ديزاين ديت بتشوف الماركر بتاعنا هل هو بوزيتيف او نيجاتيف. لو نيجاتيف خلاص العين طلع بره الاستادي ديت، ممكن يتعالج باي حاجه تانية من الحاجات اللي موجوده، ما هو الكيموثيرابي يعني برضو شغال في العينين دول. لو تيست بوزيتيف هنراندمايز ما بين الدراج الفلاني والدراج التاني، تمام؟ ونشوف هل فعلا كان في فرق في الجروب ده ولا ما فيش فرق في الجروب ده. بعد كده في ستراتيفيكيشن ديزاين احنا كل العينين بوزيتيف ولا نيجاتيف، اوكي؟ سواء بوزيتيف او نيجاتيف هنراندمايز، تمام؟ وبعد كده نعمل 2 باي 2 تيبل ونشوف مين اللي كان بوزيتيف ومين كان نيجاتيف، وقد ايه استجاب للعلاج هنا وقد ايه استجاب للعلاج التاني، خلاص؟ بعد كده احنا في حاجه اسمها ماركر استراتيجي ديزاين. من البدايه هان راندمايز، ماشي؟ وبعد كده ما بين ستاندرد اوف كير تريتمنت وما بين ان احنا نعمل التست ونشوف النتيجه بيزد على التست، يعني نقعد نادجست يعني هنا احنا ما عملناش تيست اصلا، خلاص؟ احنا عملنا راندومايزيشن، في ناس عملنا لهم ادينا لهم ستاندرد اوف كير، وفي ناس ادينا لهم ظبطنا الدراج بيزد على التيست، ماشي؟ مش عايزه يعني الابوريت على الحاجات ديت دلوقتي لان احنا وقتنا اولموست. اوكي، ده بقى احنا يعني هسيب لكم النقط ديت نقط مهمه المفروض احنا لما نيجي نابلاي بقى البراكتس ده نتبعها علشان
ده الكور بقى بتاع الموضوع. احنا ممكن نكتشف نقعد نكتشف حاجات وما نقدرش نطبقها. تمام؟ فالنقطة المهمة عندنا دلوقتي هتبقى الديفيوجن اوف انوفيشن انتو سيرفيس اورجانيزيشنز. وقد ايه ديت بيبر مهمة جدا عن ازاي نابلاي بقى. نابلاي البراكتس ده. وازاي الفيزيشن بيشوف النيو براكتسز. فعندنا هنلاقي ناس عندهم مشكلة في ان هي تخلي الحاجة ديت تحصل اصلا. To let it happen. وفي ناس it will help you to happen to this change يعني this is practice change. وفي ناس هتخليها تحصل. دولت بالذات المانجيريال اكتر. تمام؟ يعني اللي هيخلوها تحصل دولت اكتر في المانجيريال ليفل. دولت هيبقوا مثلا اصحابك والناس اللي حابة ان هي تساعدك. ودولت الناس اللي هي يعني baseline يعني. تمام؟ انا ممكن احط معاكم يعني هشير معاكم ان شاء الله فيديوهات حوالين النقط ديت. لان احنا بس عايزين نفتح النهارده الجيت ديت في دماغكم. عايزين حته كده تنور اسمها ترانسليشنال ريسيرش. وتبقوا عارفين النقط اللي احنا المفروض نتكلم فيها. لان مهما اتكلمنا الوقت اللي معانا قليل. تمام؟ اوكي. النقط بتاعت الترانسليشنال ريسيرش ابلكيشن هي الديسيمينيشن الادوبشن مينتيننج ذا انوفيشن اند ريفايننج اند ايفولفينج بودي اوف نوليدج. تمام؟ ديت النقط بتاعت الديسيمينيشن. انا في شلت سلايدز كتير الصراحه عشان حسيت ان انا بملى البرزنتيشن. هستاذنكم كل واحد النهارده هيقول لنا هو فكر في ايه. فكر ايه اللي ممكن ينفذه في لو هو يعني عنده الريسورسز ويحاول يبقى انوفيتيف. تمام؟ يحاول يحط في دماغه يحاول يدور ويقول انا النقطه ديت فعلا تستاهل التدوير. النقطه ديت از ميجور هيلث بروبلم في المجتمع اللي انا فيه. ويحلم يعني. انا ما بقولش ان هو يعني الحاجه دي هتتنفذ بكره او بعده. بس لو اتحطيت في سيتنجز تبقى عارف ازاي تشتغل على الحاجه ديت. احنا قلنا ترانسليشنال ريسيرش ممكن تنفذه وانت في اي مكان. انت ممكن يبقى عندك لاب او تاخد الكلينيكال نوليدج وتحولها للبراكتس. تمام؟ برضو اسمه ترانسليشنال ريسيرش. اوكي. شكرا. بالنسبة أنا يعني هطلع للدكتور شريف حالا أشوف هيقدر ينزل لنا دلوقتي. فحضرتك هتاخدوا بريك لحد ما دكتور شريف ينزل. أوكي. نعم. هو دكتور شريف قال هينزل الساعة 12 فأنا هطلع له المكتب. تمام؟ وهشوف اذا كان نقدر نيجي ولا لا. ماشي.